اهلا بكم مرحبا بكم في الفيديو هذه وين باش نحكي لكم على الكونفرنس دو بريس اللي صاروا في الـ E3 2015. E3 للناس الكل اللي ما يعرفوش ولا E3 تتقال زادا للناس الكل اللي ما يعرفوش هو اكبر معرض نتاع جو في العالم صاير في الوقت هذا في لوس انجلوس. و بون اليوم باش نحكي لكم على جوات جوات اللي عجبوني انا بالرسمي احسن جوات اللي عجبوني من جهة بيثيستا مايكروسوفت سوني والالكترونيك ارتس. فما وحيد اخرين كما اوبيسوفت وسكوير انكس في فيديو اخرى باش نوريهم لكم. اليوم سلمو الاربعة هذو باش نحكيو عليهم. بون نبداو قبل ما نبداو الجوات اللي باش نقول عليهم هما كلهم تاع بي سي، ما نقولش على جوات اكسكلوزيف متاع اكس بوكس ولا متاع بلاي كات. دونك سينو جوات الكل انا اخترتهم انا عجبوني، فما دي جو ما قلتش عليهم خاطر ما عجبونيش. دونك نبداهم ويزيم الكلام ونبداو. اول حاجة عنا بيثيستا جابت لنا ثلاثة جوات عالمية. اول جو هي فال اوت كات برشا ناس يستناو فيها وانا منهم بصراحة. جو عالمية خاصة زادة لعبت 3 وعجبتني على الاخر، و 3 خرجت في 2009 معناها عندهم توا برشا وقت هما يخدموا في الكات. فولوت كات على شنو تحكي؟ بعد الابوكاليبس اتوميك معناها قنبلة اتوميك هبطت، انت خرجت للعالم البرة. بون مانيش باش نحكي لكم برشا على الاستواخ خاطر مش هيك ديجا مازلنا ما نعرفوش برشا على الاستواخ. مي بون الحاجات اللي نعرفوها هي اللي انت تنجم تعمل معناها تبدل الكاركتير نتاعك تلبسه كيما تحب وتعمله كيما تحب كيما في سيمز ابو بخي. تنجم تلعب راجل ومراه والا معناها تنجم تلعب يا اما راجل يا اما مراه. و سينو حاجه اخرى عجبتني انا على الاخر على الاخر على الاخر في الجو هذه هي اللي انت تنجم تبني ديار، ومش سولمون ديار، تنجم تبني بالرسمي حتى قصر ولا حتى ما نعرفش مدينة كاملة كيما في ماينكرافت مثلا. بون مش كيما في ماينكرافت بالضبط، مي تنجم مثلا تعمل الموبل، تبني الحيوط، تعمل الموبل، كل شيء تنجم تعمله بالرسمي. عجبتني على الاخر وزاد بالضوء الالكتريسيتي. وزاد حاجة اخرى هما بيع وشراء متاع المارشانديز معناها حاجة خارق العادة انا عجبتني على الاخر. وان شاء الله ما البلبزوهاش. بون الحاجة الخايبة شوية في فولوت كات اللي معناها الناس ما عجبتهاش برشا هو الجرافيك. بالنسبة لي انا الجرافيك ما عندوش امبورتونس كبيرة، ما عندوش اهمية كبيرة في فولوت خاطر انا نركز اكثرية على الجيم بلاي وعلى معناها الجو متاعها. مي الجرافيك مش خايب معناها، مي ظهر فيه قديم شوية ديجا الموتور جرافيك واحد قديم زادا مهوش حاجة كومبليتمون جديدة. مي باقي تقعد حاجة جو نستنى فيها جو بالرسمي عجبتني على الاخر وتخرج لو 10 نوفمبر 2015. الجو اللي بعدها هي دوم اي نعم دوم كات اما هما مسمينها اون فيت دوم وكهو. دوم الاوريجينال طلعت في 1993 معناها من اول جوات معناها اف بي اس ومن اول جوات زادا 3D معناها في 93 ما كانتش 3D موجوده بالرسمي. دونك دوم حاجه كلاسيك على الاخر معروفه على الاخر زادا توا باش يخرجوا ريميك ولا بون مش ريميك اما جو جديده. بيان سور تشبه نفس المونستر نفس الكرياتور كل شيء، مي جرافيك يفتق. عجبتني فرانشمون تعرفون على الاخر ظهر فيها جو زاده متشبه شويه الولفنشتاين اكلكو بوان معناها عرفت الجو نتاع ولفنشتاين. دونك وقت تخرج في اول 2016. الجو الثالثة والجو الاخر نتاع بيثيستا هي ديسونورد 2. ديسونورد 2 كان ما تعرفوش الان خرجت في 2013 جو تعرفون على الاخر نتاع ستيلث نتاع معناها تشبه الثيف شوية اكل كوبوان مش برشا. مي تعرفون على الاخر انا عملت جو في الاولى ونتصور حتى الثانية تطلع بها على الاخر. تنجم تلعب بزوز كاركتير مرأة وراجل باش تبدأ تتبادل بيناتهم كل واحد فيه معناها الخصاصي الخصائص كل واحد عنده خصائص متاعه. بوم سينو وقت تطلع كيف كيف في اول 2016.
بعد بيثيستا عنا المايكروسوفت. المايكروسوفت ما عجبتنيش برشا، بيان سور ركزوا على الاخر على الاكس بوكس وان نتاعهم، ما قالوش فريمون على جو بي سي. تعرفونا برشا تيتل برشا جوهات اكسكلوزيف للاكس بوكس وان. سينو حاجه اخرى زاده قالوا على المانيت جديده تاع الاكس بوكس وان إليت اسمها، السون نتاعها 150 دولار. دونك برشا بالنسبه لي انا، مانيت ب 150 دولار ما ناخذهاش حتى كان تكون بالذهب معناها ولا حكايه. سينو عندنا حاجه اخرى هي الاكس هي الكومباتيبيليتي نتاع جو نتاع 360 معناها نتاع الاكس بوكس القديمه، تنجم تلعبهم في الاكس بوكس وان، مش الجوات الكل، سولمون باش يبداو ب 100 جو، مي بعد باش يبداو يزيدوا. دونك حاجة تحفونا نتصور، انا ما عنديش كونسول دونك ما نعرفش. حاجة اخرى تحفونا على الاخر عجبتني انا زادة هي الهولو لينس، هي نتصوركم تعرفوها كيما الاوكولوس ريفت، مريد فيرتويل معناها تشوف الموند بعينيك. و هما الديمو اللي وراوها هي ماينكرافت، كيما تشوفوا توا في الفيديو ماينكرافت بالهولو لينس اون رياليتي فيرتويل كيما نقولوا. تعرفونا على الاخر الفكره، مي حسب ما نشوف مازالت مازالوا لازم يخدموا فيها، خاطر بون تنجم تحرك الموند نتاعك وهيك، هو ما تنجمش تبدل في حاجه فريمون. دونك كي ديمو هي مزيت ما تنجمش تعمل حاجه، هما من عشرة قاعدين طالبين على تقريب 600 700 دولار، دونك بالنسبه لي انا غاليه شويه. بوم بعد عنا السوني. السوني كيف كيف كيما المايكروسوفت عندهم برشا اكسكلوزيف، ما عندهمش حاجه سبيسيالمون معناها جديده تخص الكونسول، سولمون عندهم دي جو جدد كيما انشارتد 4 معنا ذا ليست جارديان، زاد كلهم اكسكلوزيف بي اس 4 وزاد بي اس فيتا، في فما كلكوزان ظهر لي. بون انا ما عنديش بلاي 4 دونك العاده ما نهتمش بهم برشا. ونجيو مالا الاخر حاجه اللي هي الكترونيك ارتس، زاد من احسن الحاجات من احسن جوات بيان سور. عندنا اول حاجه نيد فور سبيد، هي عبارة عن الاندرغراوند 3 بالرسمي، عندي برشا نستنى في اندرغراوند 3 خاطر دو بالرسمي وانا صغير لعبتها برشا، والاندرغراوند 1 زيد عملت عليها جو على الاخر. مي بون هي اوفيسيلمون ماهيش اندرغراوند، دونك نيد فور سبيد كهو ما عندهاش اسم اخر. الحاجة الباهية فيها هي عجبتني بالرسمي على الاخر، هي كيفاش تنجم تبدل الكراب نتاعك، تقويهم وتبدل الموتور، تبدل اللون، تبدل كل شيء معناها بصفة غير عادية، بصفة ما كانتش موجودة قبل في نيد فور سبيد أخرى. و سينو الجول كلها في الظلمة معناها كلها في الليل، ما فماش نهار، نعرفش كان فما ناس تعجبهم ناس ما تعجبهمش، مي أنا بيان سور الأندر جراوند معروفة هكا. و سينو ش عندنا آخر الجرافيك تحفون على الأخر عجبني مزيان، إن شاء الله زادة في الجو من الأخر يطلع هكا كيما في التريلر تحبش تعرف. سينو زادة حاجة تحفون على الأخر اللي هي نيد فور سبيد، هذه الكل فكرتني بالموست وانتد 1 اللي هي من أحسن نيد فور سبيد لعبتها هيك بالرسمي، لعبتها جي ثلاثة مرات وعملت فيها سيف جو. دونك بالرسمي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النيد فور سبيد تطلع حاجة تحفون على الأخر و تطلع لو 5 نوفمبر 2015. الجو الثانية اللي قالت عليها الالكترونيك ارتس هي ميرورز ايتش كاتاليست، عادش ميرورز ايتش 2 بدلوا لها الاسم ردوها كاتاليست عالمية كيما ميرورز ايتش 1، ما نعرفش نقول الاسم ميرورز ايتش، اي نعم كيما الاولانية بفيث اللي هي البروتاغونيست متاع الجو هذي، تبدا تنقز في المدينه وتقتل من غير حتى اسلحه بالستيل، عرفت ام ام اي. وتحفون على الاخر عجبتني على الاخر مدينه زاده، تحفون على الاخر فروست بايت زاده موتور جرافيك فروست بايت معناها جرافيك، تحفون على الاخر معلم. وبون وقت تطلع لو 23 فيفري 2016، دونك ان شاء الله تطلع حاجه تحفونها حاجه خارق العاده. وبون نتعداو للجو اللي بعدها، عندنا بيان سور كيما كل عام فيفا جديده، المره هذه فيفا 16
مش فما جديد في الفيفا 16 كالعادة؟ برشا حاجات حسب ما يقولوا هما، فات حكاية فارغة حسب ما نشوف هنا. عنا أول حاجة انسى بيان سور، واللي تنجم تلعب بنسى ولاو فما ايكيبات نتاع انسى. حاجة تعرفونا بالنسبة لل عرفت للسكسيزم، معناها كيما نقولوا فما رجال فما مرأة، دي ما تعجبني تنجم تلعب بالزوز، خاطر مثلا فما بنات راهو برشا جيمر كان يحبوا يلعبوا بمرأة ينجموا زادا، دونك تعجبني. سينو تنجم زادا في المود انترونور بدلوه كومبليتمون، ما نعرفش ما مش حاجة جديدة كومبليتمون، مي ماك تعرفوا الفيفا ديما ما تتبدلش برشا. وقت تخرج سبتمبر 2015، واخر جو باش نقول لكم عليها هي ماس افكت 4 ولا ماس افكت اندروميدا اللي هو اسمها جديد. ماس افكت ظهر لي ما لازم مش نقول عليها حتى شيء، عالمية نتصورش برشا توانسة يعرفوها، مي بالرسمي تعجبني على الاخر التريلر، ما معناها ماهوش ما يقولش برشا، ما يوريش برشا من الجو، مازال ظهر لي مازال التريلر جاي، مازالوا برشا حاجات باش يقول عليها. مي بون انا معناها عجبتني على الاخر الامبريسيون لولانيه كيما نقولوا تحفونا على الاخر. ووقت تخرج ماس افكت تخرج 2016، دونك مالا ان شاء الله عجبتكم الفيديو هذي بالرسمي اتروها عالميه كالعاده، عجبتني على الاخر ماذا بيا نكون غادي، مي مالوغوزمون ما نجمش. دونك بالك عم جاي تحبش تعرف فما حويجه سينو ان شاء الله الفيديو تكون عجبتكم. بيان سور ما تنساوش البارتي الثانيه باش تجي زاده، البارتي الثانيه عندنا اوبيسوفت اللي هي بالرسمي احسن حاجه في الاترو الكل، عندي برشا جوات عالميه باش نقول لكم عليهم تاع اوبيسوفت. وسينو عندنا زاده سكوير انكس، ما عندهم ان ولا دو جو زاده تعرفونهم. سينو عندنا زاده النينتندو، ما عندهمش حاجه كبيره بون نينتندو مش باش نحكي عليها برشا. سينو زاده الجوات الاخرين اللي ما همش معناها في كونفرنس قالوا لهم بصفه عامه زاده باش نوريهم لكم. ومالا مع هذا الكلام ان شاء الله الفيديو تكون عجبتكم، ما تنساوش باش تخليوا لي جيم، باش تخليوا لي كومنتير، باش تعملوا ابونمون للشان نتاعي. ومع هذا الكلام نقول لكم الى اللقاء بالسلامه، وان شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجايه.